قاموا أهالي دير الزور بحملة شعبية لمساعدة أهلنا المنكوبين بالشمال السوري. تم إدخال أكثر من تقريبا 48 قاطرة محملة بالعفش بالأغطية بالأدوية مواد غذائية. المساعدات تم جمعها من الأهالي من النساء من الأطفال من الشيوخ من الكل، وجينا إن شاء الله نوصلها لأهلنا فزعة من أهلنا إلى أهلنا. طبعا هاي الحملة راح تدعم جميع أبناء الموجودين هنا بالشمال السوري، ما في تمييز بين أي شخص. طبعا هاي الحملة ليست الأخيرة تماما، في حملات الآن موجودة بالمعبر، وفي حملات موجودة الآن بمناطق الشرقية جاهزة للعبور إلى الشمال السوري.